الله أكبر. سعيد جدا أن أشارك إخواني هنا بمونت لاجولي بضاحية باريس هذا الحدث الفني الكبير، ألا هو الاحتفال بعيد الاستقلال المجيد. سعداء جدا أن نلتقي مع الجالية المغربية الوطنية، وهنيئا للروح الوطنية التي يمتاز بها إخواننا المهاجرين هنا في فرنسا. نحن دائما رهن إشارة إخواننا في العالم للاحتفال بأعيادنا الوطنية، والعيد هو ثلاثة أعياد: فوز الفريق الوطني والحمد لله بالذهاب إلى المونديال، فوز فريق الوداد البيضاوي ببطولة الفرق البطلة، عيد المسيرة الخضراء، عيد الاستقلال. فشهر نوفمبر هو فعل حسن على كل المغاربة. اللهم أدم علينا هذه النعمة واحفظ مولانا المنصور بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. حلوا عينهم في المدارس على مجموعة من الأناشيد اللي كانت كتسمى الأناشيد الوطنية، وإن كان النشيد الوطني هو واحد المرفوق بتحية العلم، لكن كم يعني تجاوزا كنقولوا أناشيد وطنية باعتبار أن الحمولة ديالها الأفكار اللي كتحمل هي عندها هذا الجانب الوطني، هذا الحس الوطني. عبد المجيد فنيش مسرحي وباحث في الفنون التراثية، مدرس مادة إعداد وتنشيط البرامج الإذاعية التلفزيونية في المعهد العالي للصحافة بالدار البيضاء. هذا الحدث هو متميز أصلا ويزداد تميزا بحكم أن شهر نوفمبر يحتضن يومين غاليين في الذاكرة الوطنية: ذكرى 6 نوفمبر استرجاع أقاليم الجنوبية، ثم ذكرى عيد الاستقلال في 18 نوفمبر. ويزداد في اعتقادي البهاء الاحتفال بالحدثين عندما يأتي من شباب وشبان وكهول من مختلف الأجيال ومختلف مدن المغرب، وظلوا متشبتين بهويتهم الوطنية ومعتزين بتراث بلدهم. جميل جدا أن يحتفل الأخوات والإخوة هنا في مونت لاجولي التي تمثل فرنسا في هذا الحدث كاملة بالذكرى الأولى والذكرى الثانية من خلال احتفالية فنية. اسم الكريم عبد الكريم صلاح، رئيس جمعية المتقاعدين بمدينة مونت لاجولي بفرنسا. نحتفل اليوم بعيدين عزيزين علينا، على الأولى وهي عيد المسيرة الخضراء المضفرة، وعيد الاستقلال اللي هو اليوم 18 نوفمبر اللي كيخلد هذه الذكرى عزيزة علينا وعلى جميع المغاربة. فنحن جنود مجندين وراء صاحب الجلالة للدفاع عن حوزة الوطن، وكعادتنا كل سنة نحتفل بهذا اليوم الأغر، وهذا اليوم الذي هو يعبر عن دلالة لتشبتنا بالعرش المجيد الذي يتربع عليه أمير المؤمنين وحامي الملة والدين محمد السادس نصره الله.
السلام عليكم. ميسم ميسا رئيس جمعية ولاد النمر للتنمية والتعاون وكذلك رئيس التنسيقية الدولية دعم الحكم الذاتي في الصحراء المغربية. جينا هنا عند خوتنا اللي سميتو في مونتلاجولي باش نحتفلوا بالذكرى عيد المسألة الخضراء وذكرى عيد استقلال المغرب. جينا هنا من باريس بكثافة، جاوا بزاف ديال الجمعيات باش نشاركوا إخواننا هنا في مونتلاجولي بهذا الذكرى العزيزة علينا، وهذا الشيء كلشي كيشد بين الصحراء مغربية وغيتكون ديما مغربية. احنا دابا محتفلين بالعيد المسيره وفرحانين وجينا من باري وعاش الملك. حنا راهنا فرحانين كاملين ان شاء الله، وجينا مجموعه كبيره جينا لهنايا لمونت لا جولي باش هكا كنا نحتفلوا ونسمعوا الاناشيد الوطنيه ونحتفلوا معاهم ونهزوا الرايه المغربيه ان شاء الله. السلام عليكم. حنا بصفتنا خويا مجلس الشرفاء العلويين جينا نحتفلوا هنا بعيد استقلال عيد المسيره الخضراء في مونت لا جولي، وحنا نقدموا الولاء والإخلاص صاحب الجلالة الله ينصره الله يحفظه، ومن طنجة إلى القويرة وعاش الصحراء المغربية سبقة مغربية إلى الأبد إن شاء الله. عاش المغرب، عاش الشعب المغربي الكبير العظيم، وعاش محمد السادس. نظل دوما أسودا بفضل تلاحمنا ومتانة وحدتنا وتوحدنا وحبنا العميق لمغربنا الحبيب. الله الله أكبر. من بعيد تقلب على العواج وين تصيب، قنفل وداد وترطاب، ما يبان لك في بلادي غير النهيب. خلعتي الراس وتخمامو، فصلتي الرجلين وجرحتي القليب، نسيتي الدم الساقي، قطارو على الجناب عليك تغيب. نبتت فركان وطني حرار، حروا بلادي من السليب. هجموا بالحمية كسروا البواب، قالوا بغينا نصلحوا ونحيدوا العيب.